صفحة 85 بيقول كلمة القرب. ورد وصف الله تعالى بالقرب في عدة آيات قرآنية. هنا القرب هنا مش قرب بقى مكان. لما يوصف الله القرب ما نقولش بقى قرب مكان، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحده مكان، يبقى قرب مكانة، قرب رتبة ومرتبة. قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال ابن جرير الطبري: وقد اختلف أهل العربية في معنى قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فقال بعضهم معناه نحن أملك به وأقرب إليه في المقدرة عليه، وقال آخرون بل معنى ذلك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد بالعلم بما توسوس به نفسه. التفسير الطبري يقتضي تأويل القرب بالقدرة أو بالعلم لا بما يستلزم الجسمية والمكانية. وقوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحكومة وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يقول الطبري: ونحن أقرب إليه منكم، يقول ورسلنا الذين يقبلون روحه أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هذا تفسير الطبري. وبهذا يؤول الإمام الطبري القرب في الآية بقرب ملائكته تعالى وليس قرب ذاته محال، فيصرف النص عن ظاهره، حيث أن القرب يكون بين جسمين وفي مكان، وهذا المعنى مستحيل على الله تعالى. ونلتقي مرة ثانية بمن أعلن الحرب على التأويل اللي هو مين؟ ابن تيمية. ونلتقي مرة ثانية بمن أعلن الحرب على التأويل وأنكر المجاز في اللغة والقرآن الكريم، لنراه يؤول الآيتين المذكورتين تأويلا مجازيا، بل وينسب ذلك إلى المفسرين المتقدمين من السلف، ولنقرأ ما كتبه. قال ابن تيمية: وأما قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقوله فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فالمراد به قرب، فالمراد به قربه بالملائكة. وهذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين من السلف، قال ملك الموت أدنى إليه من أهل ولكن لا تبصرون. يعني هو يقول ما فيش تأويل وبعدين يجي أول، يعني يغرق الناس وبعدين هو يأول. طب انت لسه قايل ما فيش تأويل وقايل ما فيش مجاز، إذا كنت كذوبا فكن ذكورا. فهو يجيب لك في أول السطر إيه قاعدة وآخر السطر ينقضها، يبقى تشويش، علمهم تشويش مشوش. عشان كده هم نفسهم بمرور الزمن تلاقيهم إيه في الآخر يكفروا مشايخهم. يعني كتير منهم يفضل ماشي ورا الشيخ فلان وبعد 20 سنة بيوصل يسابه، سبته ليه؟ من أصله مبتدع، لأنه ما عندهمش قواعد، كل واحد شوية يطلع له حاجة كده. وقد قال الطائفة ونحن أقرب إليه بالعلم، وقال بعضهم بالعلم والقدرة، ولفظ بعضهم بالقدرة والرؤية، وهذه الأقوال ضعيفة، فإنها ليس بالكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل موجود حتى يحتاج أن يقولوا بالعلم والقدرة والرؤية. ولكن بعض الناس لما ظنوا أنه يوصف بالقرب من كل شيء تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء قادر على كل شيء، وكأنهم ظنوا أن لفظ القرب مثل لفظ المعية. كل دي كلام الفتاوى. وقال ابن تيمية بعد أن ذكر قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وحديث إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وأن الذي تدعونه سميع قريب، قال وطائفة من أهل السنة تفسر القرب في الآية والحديث بالعلم لكونه هو المقصود، فإنه إذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعي حصل مقصود، وهذا هو الذي اقتضى أن يقول من يقول إنه قريب من كل شيء بمعنى العلم والقدرة. فإن هذا قد قاله بعض السلف كما تقدم عن مقاتل ابن حيان وكثير من السلف، ولكن لم يقل أحد منهم إن نفس ذاته قريبة من كل شيء، وهذا المعنى يقربه جميع المسلمين، يقر به جميع المسلمين، من يقول إنه فوق العرش ومن يقول إنه ليس فوق العرش. فتاوى من هذين النصين يتبين بوضوح أن ابن تيمية نفى المعنى الظاهر المتبادر المهم للعرب، لم يقل أحد منهم إن نفس ذاته قريبة من كل شيء، أي القرب المادي، قرب الذوات والأجسام، وأنه هو وجميع المسلمين يرون وجوب تأويل القرب في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وأنه يرى تأويل القرب في الآيتين الأولين آية سورة قاف وآية سورة الواقعة بقرب ملائكة، وأن هذا صنيع السلف، وهذا هو المجاز الذي أنكره هو يستعمله. وحط بقى 100 علامة تجاعل على الجوجل.
أن بعض السلف أول الآيتين المذكورتين بالعلم أو بالعلم والقدرة أو بالقدرة والرؤية، وأنه يرى أن هذه الأقوال ضعيفة، وسبب خطأهم التسوية بين لفظ القرب ولفظ المعية، ويرى أن بينهما فرقا. أن السلف أول القرب بآية البقرة والحديث النبوي بالعلم. ونمضي مع ابن تيمية فنرى يلاحظ فرقا في صياغة الآيات القرآنية المذكورة، ولابد أن يترتب على ذلك اختلاف في المعنى والتأويل. فبعضها يأتي بصيغة الجمع مثل ونحن أقرب، وبعضها يأتي بصيغة المفرد فإني قريب وتقربت إليه في الحديث النبوي. يقول ابن تيمية ومما يدل على ذلك أنه ذكره بصيغة الجمع، فقال ونحن أقرب إليه منكم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإن مثل هذا اللفظ إذا ذكره الله تعالى من كتابه دل على أن المراد أنه سبحانه يفعل ذلك بجنوده وأعوان من الملائكة. فإن صيغة نحن يقولها المتبوع المطاع العظيم الذي له جنود يتبعون أمره، وليس لأحد جن يطيعونه كطاعة الملائكة ربهم، وهو خالقهم وربهم. فهو سبحانه العالم بما توسوس به نفسه وملائكته تعلم. فكان لفظ نحن هنا هو المناسب. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى قربه من داعيه وعابديه قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فها هنا هو نفسه سبحانه وتعالى القريب الذي يجيب دعوة الداعي للملائكة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته إنكم لا تدعون أصم ولا أوائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وذلك لأن الله سبحانه قريب من قلب الداعي وهو أقرب إليه من عنق راحلته. وقربه من قلب الداعي له معنى متفق عليه بين أهل الإثبات الذين يقولون إن الله فوق العرش، ومعنى آخر فيه نزاع. فالمعنى المتفق عليه عندهم يكون بتقريبه قلب الداعي إليه كما يقرب إليه قلب الساجد، كما ثبت في الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالساجد يقرب الرب إليه فيدنو قلبه من ربه، وإن كان بدنه في الأرض. ومتى قرب أحد الشيئين من الآخر صار الآخر إليه قريبا بالضرورة، وإن قدر أنه لم يصدر من الآخر تحرك بذاته، كما أن من قرب من مكة قربت مكة إليه. وأما قرب الرب قربا يقوم به يفعله القائم بنفسه فهذا تنفيه الكلابية، ومن يمنع قيام الأفعال الاختيارية بذاته. دي طائفة كده من طائفة المتكلمين. وأما السلف وأئمة الحديث والسنة فلا يمنعون ذلك، وكذلك كثير من أهل الكلام. وقال من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. وهذه الزيادة تكون على الوجه المتفق عليه زيادة تقريبه للعبد إليه جزاء على تقربه باختياره. فكلما تقرب العبد باختياره قدر شبر زاده الرب قربا إليه حتى يكون كالمتقرب بذراع. فكذلك قرب الرب من قلب العبد وهو ما يحصل في قلب العبد من معرفة الرب والإيمان به، وهو المثل الأعلى. وهذا أيضا لا نزاع فيه، وذلك أن العبد يصير محبا لما أحب الرب، مبغضا لما أبغض، مواليا لمن يوالي، معاليا لمن يعادي، فيتحد مراده مع المراد المنصور به الذي يحبه الله ويرضاه. شوف الكلام ده كله ده مثير ازاي؟ هو ده كلام ابن تيميه في الفتاوى، ده مثير فعلا. معلش مسحك نور. هو دي طريقه كلامه كلها. انا ما فهمتش حاجه. هي دي كلامه. انا ما فهمتش. هي دي اختصر لي بقى. اختصرهم لي في بس هو عايز يأول معنى القرب من المعنى الظاهر، يعني عايز يقول بالمجاز، وهو قال ان ما فيش مجاز. فهو عايز ينقل يبين لك انه بينقد نفسه. طب ما انت كده هتخلي دماغي تتلف. ما هي لفت خلاص. يتبين من النص تفريقه بين ما جاء في القرب بصيغه الجمع فيؤول بقرب الملائكه، وبين ما جاء بصيغه الافراد فيؤول بتقريب قلب الداعي وقلب الساجد وقلب العابد اليه، فيجازيهم بما يحصل في القلب بمعرفه ايمان وغير ذلك. وهذا كله تاويل منه. شفت بقى كلامه ملخبط الدنيا. احنا كنا عارفين الايه قبل ما نقراها احسن من بعد ما قريناها. صح ولا لا؟ هي دي طريقتهم بقى، ان يجي لك الحاجه اللي انت اصلا عايشها وحاسسها وهو معكم اينما كنتم، يقعد يناقش فيها وتقرا فيها 10 صفحات، تلاقي نفسك في الاخر انك انت كنت عارفها احسن قبل ما تقرا مما بعد قراءة. شفت بقى؟ دي طريقتهم يا سيدي. انت به انتبه. الله. كان بيقولها كده سيدنا محمد زكيتي. أنت به يعني أنت بالله. وأنا قلت في الخطبة المشكلة إن هم ظنوا أنهم مع الله، أن مع الله شيء، فابتدوا حطوا الله بها وهم كده لأن هم مع الله. ف
فالظن انك انت ان الله معه شيء هو ده اللي خلى عايزين يخلوا ربنا في حيز وخلقه في حيز لحسن يتصل ويتحد. لكن الحقيقة مش كده. ده كل ما سوى الله قائم به. فما فيش مسافات. ليس معه شيء. كل شيء قائم به. انت به. انتبه. هذه الحكاية. فالمسألة كده. أنت لست معه، أنت به، هو الذي معنا ونحن به. فالمعية صفته من صفة العبد. يقول وأنا معكم أينما كنت، وهو معكم أينما كنت، ولا قال لكم أنتم معي أينما كنتم. لم يجعل المعية صفة العبد، لأن ليس معه شيء. جعل المعية صفة الرب. فهمت بقى يا استاذ؟ وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه. يبقى المعيه صفه مين؟ صفه ربنا مش صفه العبد. اني معكم، انت كن معنا لئن اقمتم الصلاه واتيتم. فهمت الكلمتين دول؟ طب وقريت بقى كلام ابن تيميه ايهما اوضح؟ لا ده الكلمتين اللي انت قلتهم لي. شفت بقى فهم يمشوا مع اللي لخبطهم ومش عايزين يمشوا مع اللي يهديهم. هنعمل لهم ايه؟ براحتك. انا لو لفت دماغي يلا يا سيدي. بسم الله ما شاء الله.